نورنا يا دكتور. وموضوع انا بقول ان هو مهم، وانا اتخيل ان هو يهم شريحة كبيرة جدا من الناس اللي قاعدة بتتفرج علينا، لانه بقينا بنشوف عدد كبير قوي من الناس واحنا في شغلنا واحنا في الشارع واحنا في النادي، ناس قريبة مننا من اهالينا بيعانوا من وزن كبير. يعني الموضوع ما بقاش حد بنشوفه كل فين وفين، لا احنا بقينا بنشوف عدد كبير من الناس بيعاني من مشكلة السمنة. والله حضرتك، السمنة دلوقتي مصنفة بالـ WHO أو منظمة الصحة العالمية إن هي مرض. ما عادتش بنقول والله ده أصله بياكل كتير فعشان كده عنده سمنة. لأ، السمنة درجات. الناس عارفة ببساطة مؤشر كتلة الجسم، وأقل من 25 يبقى يعني نحيف، لو 25 مظبوط، لو 30 زاد في الوزن، 35 جه بنسميها درجة أولى، من 35 ل 40 درجة تانية، بعد ال40 بنسميها سمنة مفرطة. طيب، هي الناس تسمع الحسبة اللي حضرتك بتقولها دي كتير، اللي هو هي معدل بسيطة أوي الحقيقة، أو مؤشر مؤشر كتلة كتلة الجسم. الجسم. خلينا نشرح دلوقتي للناس ببساطة إزاي يقدروا يوصلوا للي حضرتك بتقوله دلوقتي أو بتشرحه. يعني مثلا لو أنا وزني 90 كيلو أو 100 كيلو، أحسب الحسبة إزاي؟ بيبقى بنقسم ال 90 كيلو على مربع الطول بالمتر. لو المتر مثلا 1.6 واحد 1.7 يطلع لنا الحزب. القصه، او ببساطه خلينا نتكلم ببساطه عشان المستمع، 45 كيلو زياده عن الوزن الطبيعي او اللي هو الوزن المثالي 50 كيلو فما فوق، طبعا هنعتبر ده سمنه مفرطه. يعني مثلا لو انا طولي 165، المفروض او المثالي ان وزني يبقى 65؟ مفروض. طب والمفروض ده طبعا يعني عند صعب اغلبنا صعب ومش صعب موجود. صعب. طيب دكتور، خلينا ندخل مدخل كده للحلقه، لانه انا دايما اقول ايه، هي الناس لما بتعرف اضرار الحاجه اللي هي مقبله عليها او اللي هي بتعاني منها فدايما بيدوروا على الحلول. يعني محدش بيدور على حل لو مفيش مشكله من الاساس. خلينا نتكلم على السمنه كمشكله او كمرض، لانه السمنه دلوقتي بتصنف ان هي من الامراض يعني المزمنه اللي ليها تاثيرات او اثار جانبيه بعد كده خطيره جدا على صحه الشخص. كلام سعادتك صح، لان منظمه الاتحاد الدولي لجراحه السمنه ما عادش بيسميها جراحه سمنه، لا ده بتسمى جراحه التمثيل الغذائي او بيسموها ميتابوليك. ايه يعني ايه المقصود بكده؟ انه انا مش بعمل جراحات تجميل، وان كان طبعا معظم اللي بيجروا يعني اللي اوزانهم مش عاليه قوي بيبقى المطلوب بالمنظر الجمالي، لكن انا بعالج امراض مصاحبه للسمنه المفرطه، وهي السكر والضغط والمفاصل والتنفس والحاله النفسيه وضغط المخ وحاجات كتيره قوي قوي، هي دي الاساس عندي. فانا علاج او جراحات الميتابوليزم او التمثيل الغذائي هي الاسم الاصح. يعني ده خلاص بقى معتمد دوليا. عشان كده احنا بنقول ان السمنه مش مجرد وزن زايد، مش حاجه بسيطه قوي في السمنه المفرطه ان انا اعمل رجيم واخس، مش حاجه بسيطه للطفل اللي عنده ما يقرب من 600 من الجينات والاماكن في الكروموسومات بتخليه شره للاكل وتخليه عنده سمنه وراثيه واخدها من والده او والدته او خالته او عمه او كده. فبالذات دي بنلاحظها في السن الصغير. فعشان كده هو مرض ولازم نعالجه. ما هوش لازم نعالجه لانه ليه اثار جانبيه هنبتدي ندفع ثمنها بعد شويه اما نكبر شويه. تمام. طيب انا ليه بسال السؤال ده يا دكتور ومصره ان حضرتك تجاوب عليه بشكل كده يعني مستفيض في الشرح؟ لانه في ناس كتير دلوقتي بقت تقول ايه، انا وزني زايد، انا يعني عندي انا زايد في الوزن ولكن بعاني من السمنه صحيح، ولكن انا راضي جدا عن شكل جسمي، انا متصالح مع شكل جسمي الخارجي، انا واثق في نفسي، انا ما بيهمنيش اراء الناس فيا هي شايفاني ازاي، المهم انا مرتاح مع جسمي، مبسوط بشكل جسمي وراضي عنه. ولكن هي قصه مش شكل جسم. يعني احنا بنتكلم النهارده في جراحات السمنه المفرطه مش عشان حياتك تبقى راضي عن شكل جسمك او مش راضي او يبقى عندك ثقه في نفسك او لا، ده عشان صحتك في الاساس. ما هو زي ما قلت حضرتك، قلتي اللي هو انا متصالح مع شكلي، ده يعتبر زياده في الوزن.
لكن لما يصل لمرحلة انه مثلا حد في سن العشرينات عنده السكر عالي او الضغط عالي او رجليه مش شايلاه او طفل رجليه اوست من كتر الوزن او انكسرت وهو بيلعب او عنده حالة نفسية، خلاص احنا بقينا بنتكلم في مرض، مش بنتكلم في تصالح مع الشكل، مش بنتكلم في حد زاد في الوزن 20 كيلو 30 كيلو 25، لا احنا بنتكلم على واحد يعاني من امراض مصاحبة للسمنة المفرطة مش زيادة الوزن. اللي هو احنا اتكلمنا ان مؤشر كتلة الجسم 30، دي زيادة في الوزن، لكن احنا بنتكلم على سمنة مفرطة، يعني سمنة درجة التالتة او الرابعة او الخامسة او فما فوق، يعني ايا كان الوزن 120 140 200 300 دي حالات كلها اتعملت. فهنا بنتكلم مش على تصالح مع الشكل، حتى لو ظهر كنوع من الديفنس ميكانيزم او الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس، لا انا مبسوط كده، انت مش مبسوط، انت تعبان، انت بتعاني بس انت بتعاني. مش عايز تعترف بالظبط كده، فانت بتعاني بس انت خايف من العمليه، سمعت اخبار مش كويسه، نوع من العناد النفسي، او خلينا نقول هو فعلا يعني مش هنكذب الناس برضو، يعني خلينا نقول ان هو فعلا دي قناعاته الشخصيه، ولكن لازم يعرفوا النهارده من خلال الحلقه دي او اللي احنا جايين نوصله له انه مع الوقت انت صحتك يعني هتتضرر بشكل كبير جدا، هيحصل فيها مشاكل كبيره جدا، فبالتالي انت الحق نفسك عشان ما توصلش للمشاكل اللي حضرتك شرحتها دلوقتي، زي الاصابه بامراض مزمنه، زي السكر، زي الضغط، زي القلب، فبالتالي يعني الحق نفسك من الاول من بدري. طيب احنا قلنا مين اللي يلجا للجراحات دي يا دكتور؟ وليه برضو بسال السؤال ده؟ لانه في ناس زي ما في ناس مش عايز تعمل الجراحات دي، في ناس مستسهلة قوي فكرة اللجوء لجراحات السمنة، بمعنى بس أنا زايدة شوية في الوزن، لا أنا مش هتعب نفسي بقى وهمشي على دايت وضايق نفسي وأحرم نفسي، أنا يلا هروح بسرعة ألجأ للجراحة عشان تحللي مشكلتي. هنتكلم في الحتة دي بالنسبة للكبار، مسألة أنه أنا زايدة في الوزن وعاوزة جسمي يبقى مظبوط وعاوزة شكلي يبقى مظبوط، دي بتقيم. احنا عندنا زي ما قلنا مؤشر كتلة الجسم من 35 و40 لغاية 40، ده سمنة درجة أولى، بحيث أنه لو عنده سكر أو عنده ضغط أو عنده مضاعفات للسمنة هيعمل عملية، لو 40 وبدون مضاعفات هيعمل عملية، فالمضاعفات هي الأساس. طيب مين اللي أنا خايف عليها يحصل مضاعفات رغما عن أنفه؟ هو الطفل اللي وارث السمنة، لأنه بدايات السمنة المفرطة تبدأ في الطفولة، وزي ما قلنا ان في جينات بتبقى مسؤوله عن هذا الكلام، وبنقول انه بدايات الضغط العالي والسكر وتعب المفاصل وكسور العظام كل ده بيبتدي في الطفوله. يعني ما يكون عندنا طفل سنه مثلا 14 سنه وعنده سمنه مفرطه او عنده زياده في الوزن او عنده وراثه، ده لازم بنسبه 98% هيبقى عنده سمنه مفرطه وهو كبير، وهيبقى عنده السكر وهيبقى عنده ضغط. احنا عندنا ناس مرضى في سن العشرينات عندهم السكر، واخد بال حضرتك؟ فهنا احنا قلنا 40 بدون مضاعفات، 35 مؤشر جسم بالمضاعفات، ده المتفق عليه مع بعض التغييرات احنا مش هنخوض فيها. طيب مين اللي يجي لحياتك العياده حياتك تكشف عليه وتفحصه وبعدين تقول له ايه؟ لا امشي روح، احنا مش هنعمل جراحه او مش هنلجا لجراحات السمنه المفرطه، ولكن انت لازم تبذل شويه مجهود زياده وتحاول ان انت تنزل وزنك عن طريق الطرق التقليديه او العاديه دون اللجوء للجراحه، عن طريق الدايت. هو ده اللي هو اقل من 35 مؤشر كتله الجسم، ما بنرضاش نعمل له جراحه، لازم يعمل محاولات للرجيم. يعني احنا بنقول ان المثلث عباره عن اراده، يكون عنده الاراده انه ينزل، رياضه ورجيم، إذا نجح فيهم المسألة سهلة قوي. إنما هي القصة كلها إنه الحياة بقت بسيطة أو سهلة لدرجة إن في أسانسير، في ريموت كنترول، مفيش رياضة، بيلعبوا الرياضة على الأتاري وعلى الموبايل، فهنا القصة كلها بقت على الموبايل مشكلة. حتى يعني فهنا القصة يعني كلها كل ماسك الموبايل بتاعه وقاعد ما بقاش لاقي كورة، ما حدش عايز يتحرك بالظبط، حتى ما حدش عايز يمد إيديه يا دكتور يجيب مثلا
كوبايه المايه من قدامه. ما هي دي الستايل اوف لايف اللي هي اللي احنا عايشينها دلوقتي. لكن بتلاقي مثلا الشعوب اللي هي بتمارس رياضه، يعني كنا بنلاقي مثلا في الدول الاجنبيه يبقى رئيس الجمهوريه عنده 60 سنه وعمال يلف حوالين البيت الابيض. صحيح. واخده بال حضرتك؟ فاحنا ما عندناش ثقافه. احنا مش من الشعوب اللي عندها ثقافه ممارسه الرياضه بشكل ما منتظم ويومي. لا لا ما عندناش الثقافه. بس يمكن يا دكتور الجيل الجديد حقيقي يعني ولادنا، احنا عندنا حرص كبير قوي ان احنا نلعب ولادنا رياضه. يعني يمكن الجيل الجديد اللي هم اولادنا متهيألي ان احنا حاولنا المستحيل عشان يلعبوا رياضه، عشان يبقوا رياضيين او بيمارسوا نوع من انواع النشاط الخفيف، لان احنا عرفنا قيمه واهميه الرياضه. متهيألي احنا بقالنا سنين بنوعي باهميه ممارسه الرياضه بالنسبه للصحه العامه. فمتهيألي الناس شويه بقى عندها وعي وثقافه فيما يخص القصه دي. هو ده طبعا ميزه كويسه قوي ان انا احوله لممارسه الرياضه الفعليه غير الرياضه التخيليه اللي على التاب واللي على الموبايل. دي واللي اصلا مش فاحنا بنحاول ندخله في الرياضه الطبيعيه اللي فعلا هتبني جسمه، اللي هتحميه من السمنه. طبعا بعيد عن المسائل الوراثيه، يعني عندنا المسائل الوراثيه بتصل ل 67%. واخده بال حضرتك انه لو الاب مثلا عنده سمنه بعدين 40% من الاولاد، لو الاب والام يبقى 80% من الاولاد لا ارادي ما نقدرش نتحكم فيها، دي حاجه وراثيه مش هنتكلم فيها. لكن هنتكلم عن الاطفال العاديين، ان احنا ناخدهم لممارسه الرياضه الفعليه وليست التخيليه في اجهزه الكمبيوتر والموبايل. طيب انا عايزه اتكلم في جزئيه الوراثه دي شويه، لانه كتير مننا لما بيجي يتكلم فيها بيحبط شويه، ما بيبقاش فاهم كمان شويه. بمعنى ايه؟ انه هو انا ورثت اهلي، انا والدتي كانت مليانه او والدي كان مليان، وانا غصب عني ورثت جينز خلتني كمان مليان من غير ما اكل. يعني دايما ايه نقعد مع ناس يا دكتور يقولوا ايه، انا بدخل من الهوا، انا بشرب كوبايه المايه بدخل. وفي حد تاني يقول زميلي ده طول ما هو قاعد بياكل ما بيبانش عليه. هي دي حضرتك بنسميها نفرقها لجزئين، في اجسام بتبني واجسام بتحرق. وده مرتبط بالوراثه، اللي هو الشخص اللي مهما كل زي ما انت حضرتك بتقولي كده مش ممكن يدخل. محظوظين قوي يا دكتور طبعًا. الحقيقه احنا طبعًا. بصراحه يعني باصين لكم قوي طبعا. وفي شخص لو كل قليل بيبني، يعني بيراكم الاكل بتاعه فبيوصل لمرحله بيتخزن. دي ما هياش بيتخزن في جسمه. ده الجزء الخاص هو ده الجزء الخاص بالوراثه او بالجينات؟ ده الجزء الخاص بالوراثه. طيب انا مش مسؤوله عنه، انا ورثته عن اهلي. لا طيب، ولكن هل الجزء ده انا ممكن ازوده كأم او كأب بالطريقه او بالاسلوب اللي انا يعني باكل بيه اولادي؟ بمعنى ايه؟ انا اب او ام مليانين، احنا تخان، احنا بنعاني من سمنه، ولكن انا عملت نظام غذائي في بيتي قليل جدا في الدهون او سعراته الحراريه قليله جدا، مشيت الولد على دايت مظبوط، هل انا كده بمنع تكون الخلايا الدهنيه في جسمه بشكل اكبر، ولا هو كده كده وارثها؟ يعني عملت كده او ما عملتش؟ الشق دوت، لانه انا كاب او ام انا ببتدي انا الرجيم عشان الطفل نفسه يبتدي معايا. الا انه القصه اصعب من كده شويه. اصعب من كده من ايه؟ يعني الشهيه، زي متحرك الاجسام اللي بتبني، عدم الشبع، الحاجات دي كلها جينات. كويس، البيئه بتساعدها. طب البيئه ما ساعدتهاش هيبقى ليها ليميت معين. في الاخر خالص هنقول والله هل الطفل اللي عنده 15 سنه هيقعد 50 سنه في رجيم؟ اكيد لا. يبقى احنا تحولنا الى الجراحات. تحولنا الى الجراحات. الجراحات اللي هي ايه؟ بالنسبة للأطفال هي كانت محظورة من 15 سنة فاتوا، لكن اتضح إيه؟ إنه لو والله عنده كسر في العظم، عنده تقوس في العظم، عنده مشكلة في، لأنه الوزن اللي بيشيله الجهاز جهاز العظم في الجسم، هذا الجهاز مش هيتحمل. طب إحنا بنقول إنه الطفل اللي عنده سمنة مفرطة أو اللي عنده سمنة وتكونت خلايا الدهون في السن الصغير برضه لا إرادي، هو نفس الشخص اللي هيبقى وهو كبير عنده سمنه مفرطه. فمهما عملت معاه رجيم انا بحارب كل الجينات ديت. دي قصه ما اقدرش استمر فيها 45 50 سنه.
فعشان كده احنا داخلين في جراحات السمنه، وان كانوا حذروها في الاطفال على المضاعفات. اذا لقينا مثلا واحد عنده 20 سنه وعنده ضغط عالي، لا لازم يعمل كوليسترول عالي، عنده تعب في المفاصل، عنده القلب، ما بيبذلش مجهود، حالته النفسيه مدمره مع اصحابه، كل ده دوافع للجراحه. فنصل الى انه الجراحه هي الاساس، ضروره بقى في الحاله. لا ضروره، ما فيش فيها نقاش. طيب حياتك برضو يعني ما جاوبناش على السؤال الخاص بانه هو انا ممكن اوقف دايره السمنه دي عند ابني؟ بمعنى ايه؟ يعني كتير يا دكتور بنسمع انه الطفل ده بيتولد بعدد معين من الخلايا الدهنيه في جسمه، ولكن انا كأم طبعا مسؤولة عن تغذية الطفل ده، أنا مسؤولة أن أنا أزود الخلايا دي أو عدد الخلايا دي أو أقللها عن طريق تغذية صحية أنا بقدمها للطفل ده. هل أنا مسؤولة ولا في الآخر القصة كلها بتعتمد على الجينز وأنا براها؟ يعني هو أنا المسؤولية هنا بتبقى محدودة عشان ما نجلدش الأب أو الأم. المسؤولية محدودة بمعنى إيه؟ كل الأمراض بتنقسم إلى حاجتين، جزء وراثي وجزء بيئي، اللي هي البيئه نفسيه. يعني انا في بيئه كلها بتاكل فلازم باكل خلاص. تكوين الخلايا الدهنيه بيعتمد على حاجه، على حاجتين، اما انه الخلايا الدهنيه من التخزين تنتفخ، وبالتالي النوع الثاني انه الخلايا النفسيه تنبه لمضاعفه عدد الخلايا. احنا عندنا كل سنه يعني ممكن تضاعف عددها في الصغر، ممكن تنتفخ في سن الاطفال، وبالتالي الشخص يتخن في سن الاطفال. الكبار تنتفخ، لكن في الاطفال لا، انتفاخ الخليه بيساعد على تضاعفها. فهنا عشان كده بنقول انه عدد خلايا الدهون في الاطفال هو الاساس. لو قدرت احميه في الفتره دي هيطلع بعدد خلايا دهنيه اقل. دي اللي هي الوظيفه بتاعت الاب والام. طيب الفترة اللي أقدر فيها أحميه وأقلل من المشكلتين اللي حياتك طرحتهم دلوقتي، إن الخلايا عددها تزيد يا إما تنتفخ، الفترة العمرية دي تقريبا من سن كام لسن كام؟ من أول سن ما الطفل يمشي لغاية سن مثلا 12 سنة بالكتير أو 10 سنين، ده ماكسيمم. بعد كده خلاص عدد الخلايا بقى كبير. فالعدد الكتير لما ينتفخ غير العدد الصغير لما ينتفخ. عشان كده السمنة درجات. صحيح. وبرضه لما نتكلم على الجينات او نتكلم على رقم كبير، الطفل مش بيورث كل هذه الجينات، بدليل ان في تفاوت في السمنة. في واحد وزنه 120، واحد وزنه 130، واحد 140 وكده، على حسب كم الجينات اللي هو ورثها. واخد بال حضرتك؟ فعشان كده احنا بنقول ايه؟ بنقول دور الأسرة كويس في الفترة وهو صغير، مش لا حاول تخلص الطبق بتاعك، طب خد الحته الحلوه دي، طب التورتايه دي، طب الكلام ده. بالعكس انا لو الطفل عندي مهتمش بوجبه ما عنديش مشكله، لو نزل يلعب بحس انه ما اكلش ما عنديش مشكله. واخده بال حضرتك؟ الجسم ساعه ما هيحتاج عناصر معينه او اكل معين هيطلبه، انما احنا بنبقى مصرين ان احنا نغذي الطفل بطريقه يعني مش مظبوطه، بتصل لمرحلة ان الطفل بيوصل لسمنة. لا وممكن الاجبار، يعني الام تجبر الطفل ان هو لازم يخلص الطبق بالعافية. تمام تمام. ما احنا بنقول دي عادات مش مظبوطة. زي ما حضرتك لو ما اكلش انا ما عنديش مشكلة. يعني ما دام انا شايفه قدامي بيتحرك، بيبذل مجهود، قادر ان هو يذاكر، قادر ان هو يتفاعل، فبالتالي هو ما عندوش مشكلة. وعندي تحليل. انت متخيلة كأم ان هو عنده مشكلة، لكن هو ما عندوش مشكلة. بالعكس الطفل الرفيع انا بعمل له تحاليل، والله التحاليل كويسه خلاص، انا مش انا مكتفي بيه رفيع، مش محتاج ان هو اقعد اكله او اجبره انه يخلص طبق. لا مش محتاج، لا خالص. طيب دكتور احنا هنتكلم دلوقتي على الاجراءات اللي بتسبق الجراحه. يعني خلاص حياتك جيل عياده شخص، انت يعني قلت خلاص ده بينطبق عليه شروط اجراء جراحه أو جراحات السمنة المفرطة، وقررت إجراء الجراحة. أكيد في حاجات، يعني هو مش هيدخل على طول تاني يوم أوضة العمليات. تمام. أكيد في إجراءات بتسبق إجراء الجراحة، والإجراءات دي لازم تتعامل لأن فيها محافظة كمان على صحته. ما إحنا مش هندخله أوضة العمليات ونفقده. تمام. بص حضرتك عشان ناخد جراحة سمنة ناجحة في أكتر من عامل. اولا اختيار نوعيه العمليه لهذا المريض اللي تتناسب مع سنه ومع حالته الصحيه.
نمرة اتنين ان يكون في جراح عنده خبرة لدرجة النهاردة الاتحاد الدولي ابتدى يدي شهادات لجراحين السمنة، او يكون عنده خبرة لا تقل عن 15 سنة، عنده قدرة على التصرف في العمليات، بمعنى لو انا شايف ان العملية دي مش مناسبة اقدر اعمل التانية. واخد بال حضرتك؟ لازم يكون في مكان مجهز، يعني موجود فيه تيم كامل، دكتور علم نفس، دكتور باطنة، رعاية مركزة، مستشفى مجهزة، كل الإمكانيات موجودة عندي. يبقى اختيار العملية، العملية المناسبة للسن، العملية المناسبة للحالة الصحية للمريض، جراح عنده خبرة عالية، تيم موجود معاه بيساعده، نقدر ناخد عملية ناجحة. مش كل الناس ينفع ليها عملية واحدة. وبالمناسبة احنا أكتر عملية بتجرى هي عملية التكميم. عملية التكميم كويسة في حدود 43%، بمعنى أنه اللي بينجح فيها 43. طب احنا عندنا عدد لا يجوز فيه عملية مثلا التكميم، اللي زي ما قلنا الأطفال، هو أنا لو الطفل قللت له كمية الأكل، طب ما هياخد نوتيلا، هياخد شوكولاتة، هياخد كذا، هيتحول إلى نوعية تانية من الأكل يزيد في الوزن. ياما يعني بتشوف حتى لو شرب عصير مسكرة، طبعا عصير مسكرة، عصير مانجا، مش عارف ايه كلام من ده. فعشان كده احنا بنشوف ان عدد كبير من بتوع جراحات السمنة اللي بيعملوا تكميم بيرجعوا تاني، حوالي 57%. ما اقدرش اعمل عملية سمنة لواحد مثلا في الدرجة الخامسة من السمنة، يعني احنا بنتكلم الدرجة الثالثة اللي هي سمنة مفرطة، الدرجة الرابعة السوبر او الاعلى شوية، وبعدين السوبر سوبر يعني، وكده بنتكلم لدرجة انه الامريكان ادوا لقب غريب قوي بيسموها سمنة خبيثة، او مش مرض خبيث ولا حاجة، لكن ما يجيش على واحد عنده مثلا 200 كيلو وعمل له تكميم، 250 كيلو وعمل له تكميم. اذا اين اختيار العملية مش مظبوط، انما واحدة عندها 120 كيلو 120 كيلو، فطبعا ده امره سهل. فيبقى اختيار العمليه، المكان، التيم، التجهيزات، الخبره بتاعت الجراح، ده بيعتمد عليه. طيب ايه الاجراءات اللي قبل العمليه؟ كالاتي: اول حاجه بنعمل تشيك على الجسم كله، القلب مثلا نعمل له موجات صوتيه على القلب ورسم قلب، الصدر نعمل له مثلا وظائف تنفس واشعه صدر، الكبد نعمل له وظائف كبد، السكر نعمل له صوره الدم، تحليل الكلى، السيوله في الدم، كل الحاجات دي بنعملها، وبعض الحاجات بنعملها زي الكالسيوم والفيتامين دي والحاجات دي، لان احنا عندنا انتشار غريب شويه لنقص الفيتامين دي عند الناس وبالذات السيدات. فبنعمل الحاجات دي كلها عشان تبقى بيز لاين عندنا، بحيث لما نتابعه بعد العمليه نقارن باللي عملناه قبل العمليه. طيب حياتك قلت انه في اكتر من نوع من انواع جراحات السمنه، ما هياش نوع واحد. تمام. وانه من الخطا الشديد ان احنا نعتمد على نوع واحد. تمام. يعني كاجراء لانقاص الوزن، او هو ده النوع اللي هيعتمده كل المرضى اللي عندهم وزن زايد. ده غلط جدا. ده صحيح. طيب حياتك نتكلم على الانواع دي، يعني نقول اسمائها، هنقول اسمائها بعدين نتكلم عليها بشكل تفصيلي، لانه كمان المشاهد من حقه ان هو يفهم النوع ده ايه مزاياه وايه عيوبه. هنتكلم اولا في انواع اللي هي بتقلل كميه الاكل، وانواع اللي هي بتحول جزء من الامعاء بحيث ما يستخدمش في الاكل. النوع اللي بيقلل الاكل ابتدينا من اول تدبيس المعده واتلغت لفشلها، وبعد كده حزام المعده اللي هي الحلقه واتلغت لفشلها، وبعدين بنتكلم على التكميم دلوقتي ان هو بيقلل حجم المعده. خلينا نتوقف عن التكميم سنه صغيره خالص. لازم نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلق المعده ليها وظيفه كتير قوي، وظائف كتيره جدا جدا، جزء منها هضم وجزء منها امتصاص. ده اللي الناس مش عارفاه، لان احنا لما بنكون صايمين مجرد ما نحط حاجه حلوه في بقنا بتمتص، مش كده ولا ايه؟ نحس بالشبع. فالمعده بيمتص فيها 20% من الدهون، وبتهضم الدهون، وبتسهل امتصاص الكالسيوم، وبتسهل امتصاص الحديد في الاثنى عشر. خلاص؟ فممكن مرضى التكميم بعد 5 سنين بصرف نظر هم يرجعوا عن الوزن او ما يرجعوش، يبقى عندهم نقص في الحديد ونقص في الكالسيوم. طبعا حضرتك فاهم يعني نقص في الكالسيوم يعني العظم، الحديد يعني انيميا. نيجي للعمليات التانيه اللي هي عمليات تحويل المسار، اللي هي سمعتها مش مظبوطه، اللي كل الدكاتره بتهرب منها. لك والله لو عيان عمل تكميم وتخن مفيش مشكله، لو عيان عمل تكميم وجاله انيميا مش مشكله، هديله دواء، لو عنده نقص في الكالسيوم هديله كالسيوم. لكن لو تحويل مسار وتوفى، لكن تحويل مسار لا مش هيتوفى ولا حاجه. اصل بنسمع كتير قوي يا دكتور عن نسب وفيات الحقيقه، لا لا. موجوده
مش عايزه اقول عاليه عشان ما اخوفش الناس، لا لا هي مش عاليه، سمعنا حالات كتير اتوفت اثناء او بعد اجراء الجراحه دي. ده بص هقول لحضرتك على حاجه، لما حسبوها بالاحصائيات وجدوا ان نسبه الوفيات بتاع جراحات السمنه تكاد تكون نفس نسبه الوفيات بتاعت العمليات العاديه زي المراره وزي قرحه المعده وزي استئصال قولون او نفس النسب تقريبا، لان احنا ما عندناش عمليه ناجحه بنسبه 100%. يعني ان شاء الله تكون 99%. مين ال 1%؟ انا ولا حضرتك؟ ما اعرفش. في نسبه خطا. لا بص نتكلم على حته الخطا وحته ال 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 المسهابس او الايه الظروف اللي مش مناسبه. زي ما قلنا من الاول اختيار العمليه المناسبه لسن العيان. انا ليه ادخل اعمل لمريض ما هو اتفقنا من الاول ما هيش مناسبه لحالته الصحيه، ما هيش مناسبه لحالته العمريه او مرحلته العمريه؟ هرجع تاني اقول لحضرتك او الامراض المزمنه اللي بيعاني منها. ما انا هرجع اقول لحضرتك برضه الخطا ده مش موجود عند المريض بقى يا دكتور. ما انا جاي لحضرتك، انا قلت في الاول ايه؟ العمليه المناسبه للسن، العمليه المناسبه لحاله العيان، العمليه اللي الجراح على قدره عاليه ان هو يعملها. يبقى احنا هنا تلافينا ايه؟ تلافينا اختيار سوء العمليه، اختيار سوء المريض او المريض اللي لا يتناسب مع هذه العمليه، اخترنا الجراح اللي عنده الخبره اللي ما تعملش مضاعفات. اما القدريات احنا مالناش فيها. يعني ممكن حاجه خارجه عن طفل بيعمل لوز ونزف ممكن يموت لوز، واخد بال حضرتك؟ دي حصلت في مستشفيات كبيره في مصر هنا. اللي انا عايز اقصده انه دايما احنا عندنا رغبه كده، يعني في نسبه رغبه في وفي نسبة خطأ احنا لازم نعترف بيها ونحترمها. احنا بشر. ودي بعيدة عن اكيد ايدين الدكتور والمريض اكيد. احنا بشر. هل البشر معصوم الخطأ؟ لا مفيش. مفيش بشر معصوم الخطأ. لكن احنا بنقول ايه لما حتى بيحصل اي خطأ طبي التحقيق بيقول ايه؟ الدكتور ده كفء ولا لا؟ الدكتور ده عمل كل التحاليل المطلوبة؟ خلاص يبقى اللي حصل خارج عن إرادة هذا الدكتور، اللي حصل ده خطأ بشري موجود في الكتب وارد حدوثه الغرب حصل فيه. يعني احنا ما بنستقي معلوماتنا من الكتب الغربية موجود فيها المضاعفات، موجود فيها نسبة الوفيات، ده اللي حضرتك تقصديه. تمام. بس انا قبل ما ادخل بس هرجع لعمليات التحويل اللي انت حضرتك هنتكلم عليها، بس انا بقصد ايه عشان الناس برضو عندها تخوفات فيما يخص النقطة دي بالذات. ما هو قبل لما انا الجا لجراحه زي دي، ما هياش من الجراحات اللي تعتبر سهله، لا هي من الجراحات الكبرى، انا لازم ابقى عندي حذر من كل حاجه، يعني لازم ابقى عامل تحاليلي، مش حد يجي النهارده يقول لي يشوفني النهارده يقول لي بكره انت هتدخلي اوضه العمليات تعملي الجراحه، لا مش حاجه اسمها كده، لانه انا حقيقي والله كنت لسه متفرجه على حاله على اليوتيوب تحكي ان هي تاني يوم، يعني راحت للدكتور تاني يوم من غير تحاليل من غير اي فحوصات، دخلت وعملت الجراحه وبعديها تعرضت لمضاعفات خطيره جدا. اسال الدكتور. هو ده بقى اللي بنقوله للناس. ما هو احنا انا قلت لحضرتك شروط الدكتور قد ما احنا بنقول للناس لازم تعملوا ايه اللي مطلوب منكم قبل اللجوء للجراحه دي، ما انا قلت عشان ما يحصلش مضاعفات. طيب حضرتك كنت عاوز تتكلم على انا قلت لحضرتك شروط العمليه الناجحه. كل ان في دكاتره تعمل كده، يبقى المريض توافق مع الدكتور زي ما قلت لحضرتك حاجتين، عمليه سهله وعمليه مش مكلفه. طب بكره اروح خلاص كده؟ لا في خطا. ليه؟ لان انا ممكن اصادف حاجه ما كانتش على البال. زي يا دكتور؟ يعني ان المريض مثلا ده ببساطه شديده، يعني في مرضى مهمله لدرجه مثلا تقول له صوم مثلا من بالليل، عنده مثلا عنده عدم تفريغ للمعده كويس، تيجي تعملي استئصال للمعده تلاقي الاكل في البطن. يعني ممكن مريض يكون عنده مرض تاني خفي انا ما عملتش لسته التحاليل الكامله اللي عنده، يعني عنده حساسيه في صدره ودكتور التخدير ما عندوش خبر بكده وانا ما عملتش وظائف تنفس، يبقى الخطا عندي. واخده بال حضرتك؟ فحته انه العيان يجي لي النهارده اقول له اعمل عمليه بكره، لا ده مش مطلوب. الناس بتستسهل عمليه التكميم عشان كده. نرجع لعمليات التحويل. وايه الاستعجال دي صحتها؟ مفيش استعجال. يعني انا مستغربه انه حد يستسهل عمليه تكميم، هي ما هياش سهله. ما انا بقى انا جاي لحضرتك، ما هو زي ما قلت لحضرتك الاستسهال سببين، المريض والدكتور. الدكتور العمليه سهله بالنسبه له. روتين. قص المعده وشيلها وخلاص. المريض والله ده فلانه عملتها وخرجت ثاني يوم، ده خرجت في نفس اليوم كمان.
ده شربت تاني يوم، يعني برضو في سمعه كويسه للعمليات، فهي استسهلت. بيحصل بقى اللي بنسميها مسهابس او عدم مسهابس، اقولها بالعربي، اللي هي يعني حدوث شيء غير متوقع بسبب انه اما انه تقصير من الدكتور في التحاليل او في الحاجات دي كلها، او مرض خفي المريض ما قالوش للدكتور. ساعات المرضى بيبقى فيهم من الذكاء ان هو من لو قلت له ان انا عندي كذا مش هيعمل لي العمليه، انت واخده بال حضرتك؟ فهنا بيبقى فيه تسرع دايما. مستغربة جدا النقطة دي، لأنه طيب أنت مش هتقول للدكتور اللي هو المفروض يبقى ملم بكل حالتك الصحية قبل ما يدخل أوضة العمليات، طب ما هو أنت بتأذي نفسك. طبعا، ما أنا بقول لحضرتك بيبقى عندهم الذكاء الكافي إنه راح لدكتور ورفض، وراح للتاني ورفض، قال لك لا خلاص، فقرر يخفي الجزئية دي في حالته الصحية عشان يدخل يعملها بأي طريقة. والدكتور تسرع وعمل بسرعة العملية من غير ما ياخد احتياطاته، واخد بال حضرتك؟ ده السبب. هنرجع طبعا لعمليات تحويل المسار، اللي احنا قلنا فيها عمليات كتير قوي. في تحويل المسار التقليدي اللي بدأ سنة 68، حصل فيه تعديل في نقول ببساطة ايه تحويل المسار. تحويل المسار ان انا ببعد جزء من الامعاء اخليه ما يمشيش فيه الاكل، بس بيمشي فيه حاجات مهمة قوي اللي هي العصارة الصفراء وعصارة البنكرياس، ودول من أهم الإنزيمات بتاعت الهضم. عندهم كونسبت أو عندهم قاعدة عندهم إن أنا هعمل حاجة اسمها مال دايشن، يعني سوء هضم أو عدم هضم، وفي نفس الوقت حاجة اسمها مال أبزوربشن، يعني سوء امتصاص. فأنا كده هحمل عيان حتى لو كل لا يهضم ولا هيمتص. طب إيه المحصلة؟ عنده نقص في جميع العناصر الغذائية. هو ربنا خلق الجهاز الهضمي ملوش لازمة؟ أكيد ليه لازمة. فإحنا عملية إن هو يبقى فيه مجريين، واحد للعصارة الصفراوية وعصارة البنكرياس، ومجرى للأكل، ويتقابل في جزء بسيط من الأمعاء، هذا الجزء لا يكفي للهضم والامتصاص لأنه غير مخصص للامتصاص. بمعنى انه طب قبل ما نشرح بمعنى دي، ناخد مروة عشان بقالها شوية ونرجع نكمل. مروة، الو. الو، مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. انا كنت بس عايز اسال الدكتور، انا سامعاه بيتكلم عن السمنة المفرطة وعن عمليات. انا الحقيقة وزني 160 وطولي 168. معلش يا مروة، وزنك كام؟ وزني 160 ايوه، وطولي 168 وعندي 42 سنه. انت عايزه تعرفي اذا كان ينفع تلجئي للجراحات دي او لا؟ انا بعاني من الخشونه في الركبه والمفاصل، فطبعا وطبعا نهجان حاجه بعملها بصعوبه، يعني بقى مأثر على حياتي اليوميه. فعايزه اسال الدكتور ايه العمليه المناسبه؟ هل التكميم؟ هل تحويل مسار؟ البالون؟ الحاجات الواحد. لكن انت يا مروة من زمان انت وزنك زايد وانت طفلة مثلا، انت عندك زيادة في الوزن؟ من وانا طفلة. بس طبعا الموضوع دلوقتي بقى اكتر لانه كبرت في الولاد يعني كل الحاجات ديت، فبقى الموضوع صعب جدا. دكتور تحب تسألها؟ نسألها مروة، يعني في مين في العيلة عنده سمنة مفرطة؟ الوالد، الوالدة، خالتك، عمتك؟ مامتي. مامتك. يبقى هنا سمنه وراثيه عندك من وانت في المدرسه. تمام. طيب بشكرك يا مروه، ودكتور هيرد عليك يا حاجة. هو طبعا انت هتعوزي عمليه معينه هنقولها في اخر الحلقه، لانه احنا هنتكلم بصفه عامه عن مسائل تحويل المسار، لانه انت مساله التكميم مش هتفيدك قوي اكتر من 5 سنين، والسن اللي حضرتك داخله فيه سن هشاشه العظام، سن الضغط، سن السكر. فاحنا عايزين نحميكي من كل الكلام ده كله، وانت بتعاني من خشونة الركبة. فهنقول التحويل النوعية اللي تناسب حضرتك. فالتحويل بيبتدي يحول بداية، يعني يصغر المعدة عشان كمية الأكل بصورة أو بأخرى، وزي ما قلنا المعدة مهمة قوي، وفي نفس الوقت بيعدي عصارة البنكرياس والصفرة، وبيعدي الاثنى عشر، وهذه الأماكن هي أهم أماكن في الجهاز الهضمي، سواء في الهضم سواء في الامتصاص. فعشان كده العمليات دي
في عمليات اللي هي تحويل المسار الكلاسيك، وبيطولوا الجزء اللي ما بيعديش في الاكل بيزودوا المضاعفات، وبيطولوا اكتر الجزء دوت، فيها نوع من التغيير يعني. وفي عمليات مع احتفاظ بصمام المعده اللي نسميها دينا السويتش للاطباء يعني. وفي عمليات اللي هي تعتبر مهجنه من العمليات ديت، وفي الاخر نفس النتيجه. ايه المحصله بتاعت الكلام ده كله؟ اما انا ما هضمش ما امتصش، العيان بيعاني من الاتي: نقص البروتينات، ودي اهم حاجه في الجسم اللي بتبني العضلات والمخ محتاجها، واللي بتدي طاقه للجسم. يعني لو الجسم خس وما لقاش سكريات هياخد ايه؟ هياخد بروتينات، هياخد دهون. هو العيان بيخس ليه؟ ما بياخدش كميات سكر كافيه، او بيعدي مكان امتصاص السكر فبيبتدي يحول الدهون الى سكر ويخس. لكن لما يوصل لمرحله البروتينات، لا دي قصه، بقى في ضعف وبقى في هزال وبقى في تاثير على العضلات. الحاجه الثانيه انه بيبقى في نقص في الكالسيوم، تاثر على العظام، نقص في الحديد، انيميا، نقص في الزنك، مساله المناعه والانزيمات اللي موجوده، سيوله في الدم، حاجات كتير قوي قوي مع التحويل دوت. الحمد لله احنا بدانا من سنه 99 عندنا في الجامعه، وانا بدات يعني عمليه ان احنا نوحد مجرى الاكل مع انزيمات الهضم، ونعدي على اماكن الامتصاص. احنا عندنا العمليه بقى لها 24 سنه دلوقتي، والعمليات ديت ما فيهاش لا تعويضات غذائيه ولا فيتامينات، ودي اللي انا بنصح مروه بيها. طيب استاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. الله يخليك يا فندم. انا كنت عايز بس استفسر من الدكتور، انا سني 30 سنه. ايوه. وجالي سكر من حوالي سنه كده بالظبط. انا وزني حوالي 180 كيلو او 170 يعني في الحدود دي. تمام. انا كنت عايز اشوف يعني انهي عمليه اللي تناسبني يعني. طيب. نفس السؤال، هو 30 سنه. طيب حضرتك مش محتاج تساله اسئله، هو 30 سنه وعنده السكر مش كده؟ حضرتك 30 سنه يا استاذ محمد، بتعاني من السكر. السكر جالي من سنه بالظبط يعني. وحضرتك 170 كيلو. ومركب صمام ظهري بريتوني اللي هو بيسحب ميه من على المخ، الدكتور عارف. ايوه تمام تمام، مشكورك. شكرا. في تاريخ عائلي استاذ محمد؟ طيب هو مش موجود. طيب هو 30 سنه وعنده السكر بقاله سنه. احنا بننصح دايما اللي عنده السكر او الضغط ما يعديش 3 سنين، عشان مثلا اللي عنده الضغط الاوعيه الدمويه بيحصل فيها تصلب شرايين، فبنقول لا والله لو عندك الضغط عالي ما تستناش 3 سنين. ونفس القصه بالنسبه للسكر، هو طبعا محتاج عمليه تحويل مسار. مساله الصمام بين المخ والغشاء البريتوني دي قصه بعيده عن العمليه خالص. ده بيسحب ضغط المخ، وهقول حاجة عارضة كده، انه ضغط المخ بيعلى في الاطفال اللي عندهم سمنة مفرطة. ضغط المخ بيعلى في الاطفال اللي عندهم سمنة مفرطة، فهو طبعا يناسبه 180 كيلو، طبعا ما يتكلمش في تكميم خالص. ده عنده 30 سنة قدامه من العمر كمان 40 سنة او اكتر او اقل. ما ينفعش نعمل له عملية وبعد 5 سنين ترجع زي التكميم. بالتالي حضرتك بتنصحه؟ بننصح بالعمليه اللي احنا بنسميها التحويل الفسيولوجي. الفسيولوجي جديد خالص. ده ملوش علاقه بتحويل مسار. لا هو ده احنا بنجمع مجرى الاكل مع مجرى الانزيمات الهاضمه واماكن الامتصاص، بحيث لا يجي له نقص فيتامينز ولا بروتين ولا بيحتاج مكملات غذائيه. طب دكتور دهايل، ده تفادى يعني الجراحه دي تفادت عيوب او مشاكل الجراحه اللي كانت بتسبقها، وهي ان الناس كانت بتشتكي ان احنا عملنا جراحه صحيح خسينا، لكن شعرنا واقع وبشرتنا بقت مرهقه ومجهده جدا وشكلنا بقى الناس مستغرباه قوي، فبالتالي ده طبعا نتيجه نقص الفيتامينز والاملاح والمعادن، فبالتالي اللي حصل في الجراحه الجديده اللي حضرتك بتتكلم عليها دي تفادت المشاكل او العيوب اللي كانت موجوده في الجراحه اللي بتسبقها. تمام. فده حاجه هايله، انا اول مره اسمع الكلام ده. ما هو فعلا زي ما قلت لحضرتك ان احنا اعلاميا تطور يعني. طبعا. وعلى فكره العمليه دي مصريه.
هايل هايل. واحنا اللي بدأناها سنة 99 أنا بصفة شخصية بعد موافقة اللجنة العلمية في جامعة الأزهر. احنا بدأناها من سنة 99 عملنا 25 سنة. وبعد 14 سنة يعني 2013 لما لقينا انه ما فيش احتياجات غذائية عملناها في الأطفال. برضو الأطفال اللي عندهم مشاكل في المفاصل وكده عملناها لأن احنا مطمنين انه هذا الطفل هينمو بصورة طبيعية ولا كنا نخش السجن بقى. الحقيقة أنا مبسوطة جدا يا دكتور بالخبر ده لأنه أنا أتخيل إن كتير من الناس اللي بتتابعنا دلوقتي ما عندهاش فكرة عنه أو لأول مرة تسمعه. ده صحيح. لأنه دايما لما بنيجي نذكر العملية دي أو الجراحة دي نقول إيه بس الناس اللي عملتها وإحنا عارفينها يعني حصل لهم مشاكل كتير اتضرروا بشكل كبير يعني تمام. شعرهم زي ما انا قلت اتأثر، بشرتهم شكلهم بقى شاحب جدا. صحيح. فبالتالي لو نقدر ان احنا مشاهير وممثلين ومشاهير وممثلين وعلى فكرة الوش احنا بنعرفه على طول يعني احنا بنلقطه على طول يا دكتور الهالة حوالي احنا كستات بصراحة، ولكن ان انا اقدر اتفادى المشاكل دي في جراحة او نوع من انواع الجراحات الجديدة دي حاجة هايلة الحمد لله. طيب احنا نقدر نتكلم عليها بشكل مختصر كده؟ بشكل مختصر احنا يعني انا يعني الحمد لله انا بشتغل في جراحه السمنه من سنه 85 يعني بالتالي يعني عمر طويل. عمر طويل الحقيقه، يمكن بعد يعني بعدين ب 10 سنين تقريبا الناس بدات تشتغلها. كانت غريبه قوي ان حضرتك تكلمي واحد عنده سمنه مفرطه زي حسن قتله كممثل او الناس دي كلها ان انت ممكن تعمل عمليه خس، مش في ذهن الناس، كانت من الصعوبة بمكانك تقولي تعمل عملية سمنة. المهم يعني فعملنا جميع العمليات اللي اتكلمت عليها باختلافها وتراجعنا عنها وابتدينا يعني ربنا ألهمنا ان احنا عرفنا مصدر الخطأ فين. الخطأ هو الأساس بتاع العمليات دي اللي هو عدم الهضم وعدم الامتصاص. طب انا عايز ايه من العيان؟ لا هيهضم ولا يمتص، هو لازم يضيع يعني يعيش معذب جدا. بس هي ايه المشكلة، ايه الميزة في عمليات تحويل المسار؟ هي عمليات بتقعد سنين عمر 20 سنة 30 سنة. يعني ايه مش هيهضم؟ طب يعني برضو دي انا بالنسبة لي للأسف. دي انا بالنسبة لي وبالنسبة للناس اللي قاعدة بتتفرج علينا يعني ايه مش هيهضم؟ يعني انا اكل دلوقتي يعني قدامي طبق اكل يا دكتور كلتيه خلاص كلته يعني إيه مش الاكل ده بيعدي الاول بنضغه بسنانه زي الخلاط كده وبعدين ينزل المعده تبتدي تحط عليه كيميكالز اللي هي الحمض المعده تحط عليه انزيمات تبتدي تكسر في البروتينات وبعدين يخش الاثنى عشر يبتدي العصاره بتاعت البنكرياس بالانزيمات بتاعتها تكسر بقيته. يعني فيتامين دي بتاع الكالسيوم ما هو موجود في الدهون، فانا لو ما كسرتش الدهون دي مش هستفيد بيه بالظبط كده. فلما اجي انا في العمليات كلها بتاعت تحويل المسار دي اعدي المنطقه المهمه دي واقول لا انا مش عايز العيان يستفيد، هو خسر كل بالظبط كده اللي ممكن يستفيده نتيجه عمليه الهضم. هو بيعتقد انه انا مش هخليه يهضم ولا يمتص لازم هيخس غصب عنه. انا مش هدفي الخسسان، انا هدفي الصحه، هدفي اطلع الصحه، انا هدفي اطلع عيان صحيح بدنيا يعني ما ياخدش تعويضات مثلا في الشهر ب 2000 جنيه فيتامينز على مكملات غذائيه على كلام من ده. يبقى انا عملت ايه للعيان ده؟ واخده بال حضرتك؟ ضريته اكتر ما نفعته. وعندنا ممثل مشهور معروف طبعا بدون ذكر اسامي عملها شكله يعني اقول ايه يعني موميا موميا. وفي مغني عمل عمليه 3 مرات عمليه وتعديل وتعديل احنا عارفينه. فانا ما بحبش اذكر اسامي لكن من غير اسامي كلنا يعني اصل الناس كلها عارفه الحقيقه. وما فيش ممثله بتخس الا لما بتبان عليها بعمليه، وانا عامله رجيم والكلام اللي بيقولوه ده طبعا. فعايز اقول كتير بينكروا الحقيقه مش مهم يعني دي مساله انثويه مش عايزين نتكلم فيها. فعايزين نوصل ان هو ايه، هم اعتمدوا هذا الكلام في امريكا من سنه 68 هايل واخده بال حضرتك واحنا فولورز احنا تابعين بس احنا غيرنا يعني الخبر اللي جايد في الحلقه دي ان احنا كمصريين احنا اللي غيرنا وهنا في مصر مش رحنا عملناها بره لا احنا بالزبط. يعني العمليه دي احنا لو عملنا اول طفله سنه 2013 جامعه كاليفورنيا طلبت ان انا ادي محاضره هايل انه ازاي تعمل طفله، قلت لهم والله الاوضاع كذا 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 فهم قالوا احنا مسلمين بالكلام دوت بس مستني الاف دي ايه حلني بقى. مدام ماجده الو اي مدام ماجده اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام دكتور معاك اتفضلي. بسأل الدكتور
يعني كنا عايزين نعرف بس ايه الفرق بين النحت النحت والبتاع ده والشفط. بس احنا ملناش علاقه النهارده لا بنحت ولا بشفط يا رب. ببساطه شديده دي يعني احنا هنقول لك هنحاول نشرح لك يعني ايه نحت وشفط. بس احنا النهارده بنتكلم على جراحات السمنه المفرطه، يعني النحت والشفط مختلف شويه. هو السمنه اللي بتاعت السمنه المفرطه دي موضعيه تبع يعني اللي حياتك بتقوليه ده يخص السمنه الموضعيه اللي بتبقى موجوده في اماكن بعينها، ولكن الجسم اللي كله الشفط. مش تخين. طب خلاص وهو انا بشكرك، ودكتور هيحاول يشرح لك كمان شويه. خلاص بشكرك جدا مجمع. شكرا قوي حبيبتي، سلام عليكم. سعادتك شرحتي. بس برضو يا دكتور لا شرحتي، لان هي دي سمنه موضعيه أردف يعني اماكن معينه فيها سمنه شويه، اماكن بعد الولاده اللي هو اسفل البطن يعني لكن ما هياش سمنه كامله للجسم. فحضرتك شرحت يعني، فبالتالي مش لا مش داخل في موضوعنا خالص النهار. لا جراحات تجميليه يعني الجراحات اللي مدام ساميه اتكلمت عليها هي بتتكلم على الجراحات اللي احنا هنصلح بيها اماكن بعينها، ولكن الجسم كله ما فيهوش سمنه، يعني هو ما بيعانيش من سمنه مفرطه، هو بيعاني من بعض الاماكن اللي فيها سمنه موضعيه. بالظبط كده. طيب دكتور ايه اللي احنا ما قلناهوش في الحلقه دي وحضرتك كنت تتمنى تقوله النهارده للمشاهد اللي قاعد وبيعاني من سمنه مفرطه وبيتمنى او بيفكر ان هو يعمل الجراحه دي، ولكن لسه قاعد خايف وحاسس ان هو مقبل يعني مقبل على حاجه ممكن تاذي صحته؟ احنا زي ما اتفقنا انه التحويل الفسيولوجي دوت ملوش مشاكل بعد العمليه، ودي اللي يهمني بعد العمليه. العمليه كل العمليات بتجرى بالمناظير وسهله مش صعبه زي ما حضرتك متخيله، بس هي للاسف انه من سبب فشل العمليات ان تتعمل مره واثنين وثلاثه. لا احنا مره واحده بنعملها، ما عندناش حاجه مره واثنين وثلاثه. ليه الناس ممكن تلجا تعملها ثلاث مرات متتاليه مثلا؟ اقول لحضرتك زي ما بنتكلم مثلا على الكلاسيكال او التحويل المساري الكلاسيكي، ساعات العيان ما بيوصلش الى وزن كويس يعني برضه وزنه ما نزلش كويس، يقوم نعمل له نوع من تطويل الجزء بتاع الامعاء اللي ما بيمتصش، يقوم يخس زياده ويجي له مضاعفات غذائيه اكتر، وبعدين نرجع نرجعه لعمليه ثانيه افضل شويه. واخد بال حضرتك؟ هي دي الاجراءات اللي بتعمل. لا احنا بنقول لا احنا هنعملها مره واحده والعمليات كلها بالمنظار. زي ما قلت لحضرتك بنختار لكل عيان يعني افتكر عيان مره جاي لي 194 كيلو ونص. اول ما دخل عليا العياده قلت له ما تكلمنيش في التكميم، بقى له 13 سنه دلوقتي. مش عايز اقول غصن بان يعني. اول ما دخل قلت له ما تتكلمش في التكميم، لا يصلح في اوزان، لا يصلح فيها التكميم، السمنه العاليه اللي هي الدرجه الرابعه او الخامسه لازم تحويل مسار لازم. وعشان كده الحمد لله زي ما تحرك احنا بنشتغل بقالنا اكتر من 40 سنه في القصه ديت، فقدرنا نعرف ليه تحويل المسار سمعته وحشه، فبقينا مش تحويل المسار، احنا بنصغر كميه الاكل اللازم. وفي نفس الوقت اللي بناخده بنستفيد منه بالجرام بكل عناصره، سواء فيتامين سواء معادن سواء بروتين سواء كل حاجه. طيب ينفع اعمل الجراحه دي لشخص بيعاني من التهابات في المعده مثلا مزمنه؟ بنعالج التهابات المعده بسيطه قوي بالمواد اللي هي بتاعه الحموضه زي الكنترولوك وزي الادويه ديت، ونعمل له العمليه مش اي مشكله خالص. طيب نتكلم بقى شويه يا دكتور عن فتره التعافي، لانه انا اتخيل ان ده سؤال من الاسئله اللي هيشغل برضو بال الناس اللي عايزه تعمل الجراحه دي. هو احنا بعد ما نعمل الجراحه او نلجا للجراحه فتره التشافي هتبقى قد ايه؟ وهعاني بعد الجراحه قد ايه؟ هو هقول لحضرتك فتره التشافي بسيطه. يعني في عيانين بيشربوا ثاني يوم، لا انا هديهم ثلاث ايام احتياطي برضو، خلينا نمشي كلاسيك. دي نمره واحد. نمره اتنين المعاناه هتبقى كالاتي، مفيش عمليه في جراحات السمنه ما فيهاش ترجيع. انه انا اما اكون متعود ان انا اكل فطيره وبعدين اكل اقل من ربعها اكيد مش هبقى مبسوط، الا انه الجسم يتعود. زي ما حضرتك صايمه في رمضان، انت صايمه لما بتحس بالجوع بتعمل ايه؟ ولا حاجه، والوجع بتاع المعده بيروح.
اذا في نوع من التعود اللي بنسميه الادابتيشن، الجسم بيتعود على كميه الاكل ديت وبيتعود عليها. لكن لو العيان رجع لغايه فتره شهرين ثلاثه اربعه ما عندناش مشكله خالص. رجع ده الترجيع، يعني هو بعد لما بياكل ما بيبقاش قادر، مش الكميه المعتاده. احنا لازم نقلل الكميه، انا مش هسيبه ياكل زي ما عاوز واقول له خس، هيخس ازاي؟ فلا، بيبقى احنا بنقلل كميه الاكل وبنوحد المسار. هي العمليه دي مناسبه للناس اللي بتاكل اكل عاطفي؟ عاطفي بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي في اكل قصدي اكل في اكل في سكريات، اتضايقت، محبطه، مريت بحاجه بقصه فاشله، فقمت كلت عشان انا اهدي نفسي. ما هي ناس تاكل عشان تهدى. هل الانواع دي من الجراحات مناسبه للناس دي؟ دي اسمها سندروم او ملازمه مرضيه. ايوه، انه في عيان يقوم بالليل يخلص رفه من الثلاجه وينام. انت اكلت؟ يقول لك لا اصل انا ما اكلتش. حاله نفسيه. في واحده عندها حاله في شقه او موضوع عصبي، ضغط عصبي، حاجه زي كده، بتطلع الكلام ده في الاكل، بنسميه ستريس اوبيزيتي. أيوة. اللي هي السمنه العصبيه. الكلام ده اجباري، بيخس. هيخس يعني هيستفيد كمان من الجراحات؟ لا، مفيش.